مرحبا بكم مشاهدين ومتابعين قناة Learn English with Rashid. طابت أوقاتكم وطابت جمعتكم بكل خير. اليوم جيناكم بفيديو جديد ووصلنا للحلقة الثامنة في كورس تعلم اللغة الإنجليزية. في حلقة اليوم سنتحدث عن الخضروات وبعض الأفعال المفيدة، فمتابعة شيقة وممتعة للجميع. Beans, 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 beans. Stewed beans, stewed beans. خلي بالنا الفول المطبوخ بنقول عليه stewed beans. stewed beans فول مطبوخ. Many people eat stewed beans for breakfast. breakfast هنا معناتها الإفطار. for breakfast على الإفطار على الفطور. Many people eat stewed beans for breakfast. Many people eat stewed beans for breakfast. Soybeans فول الصويا. فول الصويا يحتفظ بنفس الاسم بتاعه، فما في تغيير كثير زي ما شايفين في الانجليزي. soybeans 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 soy beans soy beans. I don't like soybeans. I don't like soybeans. I don't like soybeans. ممكن في النطق الصريح I don't ممكن نقول I don't like. فدي حنرجع لها في الكورس بتاع الصوتيات زي ما وعدنا الناس يوم ما. I don't like soybeans. Broccoli. 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 لو شايفين التعبير بتاعت البنت الصغيرة هنا، تعبير الوجه، the little baby doesn't like broccoli. The little baby doesn't like broccoli. The little برضو ممكن نقول بدل little ممكن نقول little. The little baby doesn't like broccoli. The little girl or the little baby doesn't like broccoli. Cabbage. 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 نشوف الـ الأخيرة إي. Cabbage. 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 My neighbor's dog like cabbage. شوفنا بعد neighbors في الاس بتاعت الملكية. الأبوستروف اس. اس الملكية. My neighbor's dog like cabbage. My neighbor's dog like cabbage. Carrot. 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 مرة برضو اشتغلنا حصة عن ليه بندبر الأحرف وحصة عن الكتابة، حنشتغل نحطها في القائمة بتاع، ممكن نحطها في descriptions book الناس ترجع عليها. carrot. The rabbit eats a carrot. The rabbit. Eggplant. 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 يا ما بنفصلها، بنخليها كده كلها مع بعض كلمة واحدة. Eggplant. Eggplant.
Eggplant. Can you chop eggplant? Can you chop? Chop يعني يقطع أو يقطع. هنا بمعنى تقطيع. هل بإمكانك تقطيع الباذنجان؟ Can you chop eggplant? Pipa. 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 الناس ما تخلط بينه وبين بيبا. بيبا الورق وهنا الفلفل. Pipa. 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 وممكن نشوف ممكن نقول على حسب اللون أيضا. Green paper, yellow paper, red paper. هي دي اللي بنقول عليها الفلفل أو الفلفل الرومي. Paper, green paper, yellow paper أو red paper. Chili paper, chili paper, chili paper. بحسب ألوانه ممكن تقول red chili paper ممكن تقول yellow ممكن تقول green على حسب اللون. وفي ناس بتختصره كلها بتقول chilies chilies. Spanish 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 Spanish. Pickle pickle pickle. هنا كلمة pickle عندها معاني كثيرة جدا، لكن كبيكل كده بنقول عليها يعني بمعنى يخلل 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 pickle. ممكن نشوف في الكلمة أو الصورة الجاية pickled لما نضيف لها دي بتكون مخلل مخلل. هي ما فواكه وما خضروات لكن مرتبطة بهم طالما درس اليوم هو بيتكلم عن الخضروات. طيب pickled pickled cucumber pickled cucumber pickled cucumber. شكرا يا احباب، كانت دي حلقة اليوم، نتمنى ان يكون الجميع استفاد منها الفائدة المرجوة. بقية الحلقات السبعة بتلقوها فوق في الاي، ممكن الناس ترجع عليها. لحد ما نلتقيكم في فيديو قادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.